تفضل سيدة النائبة. المشاكل ديال النقل المدرسي بالعالم القروي والمناطق الجبليه بالخصوص كتبقى دائما مطروحه، بكل تاكيد فان هذه المعاناه كتفاقم خلال فصل الشتاء، وهنا كناكدوا بان الاشكال ما كيقتصرش على توفير وسائل النقل المدرسي، بل المشكل اعمق في المناطق القرويه والجبليه بسبب ضعف البنيه التحتيه الطرقيه، الامر اللي كيتطلب مقاربه تشاركيه لكل القطاعات الحكوميه والجهات والجماعات الترابيه لايجاد حل لهذا الاشكال ووضع حد لمعاناة التلاميذ وأوليائهم. سيد الوزير، كنطالبوا بالمجانية لأن الطبقة الهشة ما قدرش تخلص. اليوم الكل كيعتبر بأن هذه الخدمة مكولة إلى الجماعات الترابية اللي ما يمكنش نختلفوا على محدودية مواردها، والمشكل هو أن هذه الجماعات عند اقتنائها لسيارات النقل المدرسي كتفرض عليها الضريبة على القيمة المضافة مما يرفع من سعرها، وقد طالبت أثناء مناقشة قانون قد طالبنا أثناء مناقشة قانونية المالية لسنة 2024 بإعفائها لأن تقوم بخدمة اجتماعية. هذه السيارات لا تستفيد من الدعم ديال النقل خصوصا أن المحروقات غالية. إذا سيد الوزير، فإن توفير النقل المدرسي بالجودة المطلوبة ودعمه يعتبر رهينا بإرادة الحكومة ككل. اليوم باش نحدوا من هذا المدرسي لابد على الحكومة أن يكون عندها تصور بخصوص الفتاة القروية.